مرحبا بالمتابعين الأوفياء على قناتي بشرى إسبانيا، قناتي دائما متنوعة ووصفاتي سهلة وبسيطة. نتمنى تشاركوا معي في القناة وما تبخلوش عليا من لايك والاشتراك، وموفقين جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار جديد وفيديو جديد، شحالي ما بارتجيت معكم شي حاجة في الملابس الجديد وتخفيضات. خليكم جولة معايا ونتمنى تنال الإعجاب ديالكم. جولة في الليفتيس من مدينة إسبانيا، دائما كاين شي ميزات، كاين تخفيضات، وكاين أثمنة يعني مناسبة صراحة. ملابس شتوية للنساء والرجال والأطفال، بنات وأولاد. شاركت معكم هاد القبيبطات كيما كتشاهدوا معايا، ديال كاشمير زوينين، كيمشيو بلا حزام وبلا صديفات، شي حاجه الطوب دي الطوب. كاين تشاليكوس طوالين سخونين، ومن الاذواق كتختلف والاثمنه، الاذواق كتختلف من شخص لشخص، والنوعيه كذلك والاثمنه كذلك. وقلت علاش لا ما نعملش المتابعين ديالي اللي مشجعيني ودائما كيشجعوني في القناة بتعاليقهم المحفزة والاشتراك ديالهم، نوريكم الجديد ونوريكم شنو كاين في السوق حاليا. الرباخة بقى ما بداتش، يعني حتى الانيرو عاد كتبدا اواخر شهر 12، كتبدا تخفيضات 50% 70%. دابا يلاه مره مره كنجبروا ديك 20% 30% حتى 40% في بعض الملابس. كاين البولسو زوينين صراحة، الطايات والحاجة ديال الليفتيس كتخرج مضبوطة على البريمارك. بريمارك دائما الطايات ديالهم كتكون إما زايدة إما ناقصة. نخليكم تستمتعوا بهاد الجولة وتشوفوا معايا. ولي ما شريت نزاه، دائما كنقول لكم ماشي ضروري الإنسان دائما عنشري، ولا دائما الإنسان كيبدل الروتين كيخرج من الكوزينة الأجواء ديال الطبخ ويشوف كاين شي جديد. هاد ليغين زوينين بزاف ديال ليفتيس، هادو نويفوس عاد جابوهم صراحة، بالأخص هاد النوعية هادي يعني مجربة عندي. 13 أورو عاملة دوسين وبنتا نويبي. كاين هادو بالسنيسلات سخونين، هادو مقطنين من الداخل سخونين يعني البرد رائعين. والليغين ديالهم كيخرجوا كيصبروا على بريمارك. هنا الديبورتي كذلك سبرديلات، هادو ضروري ما كيعملوا لهم التخفيضات ملي كتدخل الرباخه، كيرجعوا حتى ل 12 أورو 10 أورو. الله يرزقنا الصحه والسلامه والعافيه يا ارحم الراحمين. ودائما ما نساوش الصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هادو ديال بلانشا وسيكادور صغارين ديال بياخيس، ديال الإنسان كيكون سافر يهزو معاه في ماليطا، كثيرية بالنسبة للبنيسات. هيدا هادو بوفاندات سخونين كيستعملوهم هما يا نصارى بزاف، شيلان سماطي. المهم انا ندير معكم جولة شاملة ان شاء الله باذن الله، ونتمنى تستمتعوا معايا وتشوفوا الملابس وتشوفوا الجديد.
وكانت هذه هي الجولة ديالي المتابعين الأوفياء في الليفتي. صراحة حويجات كيشاهي وكثيرية ديال الأولاد وديال البنيتات، ما شاء الله شي حاجة طوب دي الطوب. نتمنى تكون الجولة نالت الإعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا التشجيعات والمشاهدة، ومردودة لأي واحد دخل عندي جديد في القناة. موفقين جميعا، دائما كنحاول نشارك معكم يعني بوضوح اي حاجة واي اكلة واي شهيوة، يعني كنجربها كنبارطاجيها مع المتابعين الاوفياء بلا ما كنضرق حتى حاجة. والهلي حش منها يا ربي. نتمنى التوفيق للجميع، احبكم في الله جميعا، وجزاكم الله خير الجزاء. ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم وأنتم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة إن شاء الله. ثم عارفين مع البنات البيضات في أوروبا كيحتفلوا برأس السنة، الأضواء والديكورات، وسبحان الله العظيم، لكم دينكم ولنا دين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عن ختم هذا الفيديو ديالي، ودمتم في رعاية الرحمن.